فيما هم فيه يستمتعون. هي قصة قوم سبأ، أولئك الذين حفظت العرب حكايتهم وصارت تضرب المثل في تشتت الناس وتفرقهم بعد اجتماعهم وهجرانهم لمساكنهم العامرة بعدما أصيبوا بمصيبة ونكبة. فكانت العرب تقول: تفرقوا أيدي سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. إنها أرض سبأ التي أنعم الله على أهلها بموطن معتدل المناخ، ليس فيه صيف لافح ولا شتاء قارس. وبرغم ذلك فهي ذات أمطار غزيرة، أما التربة فكانت شديدة الخصوبة. أما أهل سبأ أنفسهم فقد أنعم الله عليهم بأن أعطاهم توقد ذهن ومهارة يد، فتمكنوا من تطوير زراعتهم بمحاصيلها ووسائلها، ثم أقاموا السدود الكبيرة التي تحبس مياه الأمطار والسيول، فإذا احتاجوا للمياه فتحوا بوابات السدود لتنساب المياه كالنهر الكبير، لينال منها المزارعون حاجتهم عبر أقنية وأنظمة ري متقنة التصميم. فغدت المياه متوافرة في أرض سبأ على مدار السنة، وصارت حاوية لمساحات شاسعة من الحقول والبساتين تمتد عن يمينها وشمالها حتى لكأنها جنة الله على الأرض. وهكذا غدت أرض سبأ مضرب مثل بجنتيها وبما فيها من الخيرات الوافرة، وغدت مقصدا للتجار يؤمونها ليشتروا من ثمارها وخيراتها. وبما خص الله أهلها من نباهة ومهارة، فإن طائفة من أهلها تعلموا فنون التجارة وأصولها، فأصبحوا جزءاً من تجارة عامرة ممتدة الأطراف. فعرف الثراء طريقه إلى أهلها الذين كانوا ممن آمن بالله الواحد، وكانوا ممن يعرفون أن ما هم فيه من خير هو من فضل الله عليهم. وهل جزاء الإنعام من الله إلا الشكر له؟ الشكر عبر اتباع أوامره سبحانه واجتناب معاصيه.
ولكن البطر أخذ يتسلل إلى نفوس أهل سبأ شيئاً فشيئاً، وبرزت طبقة من الأثرياء الذين بدأوا يطغون بأموالهم على الفقراء ويتكبرون عليهم، فلا يخرجون من أموالهم حقوقها من الصدقة وزكاة الأموال، فأخذ الأغنياء هناك يزدادون غنى وثراء. أما الفقراء فزادوا فقرا على فقر وبؤسا على بؤس. أما الأغنياء فقد أخذت القسوة تتسلل إلى قلوبهم، فغفلوا عن ذكر ربهم أكثر وأكثر، ثم انتقلت تلك القسوة إلى باقي طبقات الناس، وبات أهل سبأ يقفون على شفير الكفر بنعمة ربهم والإعراض عن شكره سبحانه. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ووقع أهل سبأ في المحذور، وصاروا أكثر بعداً عن ربهم، معرضين عنه، متكالبين على نعيم الدنيا وثرواتها، ناسبين الفضل لأنفسهم فيما هم فيه من خير عميم. فبعث الله إليهم أنبياءه يعظون ويذكرون وينذرون، عسى القوم يرجعون إلى جادة الحق والصواب، غير أنهم لم يلاقوا إلا التكذيب والأذى والإعراض عن كلمات الحق، فقد أوغل أهل سبأ في عتوهم واستكبارهم أكثر وأكثر. وهكذا استحق هؤلاء القوم نقمة الله وغضبه، فقيض سبحانه الأسباب المادية لوقوع العذاب، فنزل الخراب بمصدر ثروتهم وغناهم، بجناتهم وزراعتهم التي كانوا يتباهون بثمراتها على الناس.
أصبح أهل سبأ في أحد الأيام وقد انهارت سدودهم واندكت. وإذ بالسيول العارمة تجتاح جنتيهم فتقتلع أشجارها وتتلف ثمارها وتخرب سواقيها وتحيلها بلمح البصر إلى أرض خراب. حتى بعدما مر الوقت على هذه الكارثة لم تعد الأرض هناك تصلح إلا لنمو بعض النباتات الصحراوية وشبه الصحراوية، نباتات لا تنتج أي ثمر، وإن أنتجت كانت ثمارا مرة لا يستساغ أكلها، أو كانت من أشجار السدر التي لا تنبت من الثمر إلا الشيء القليل. هكذا أنزل الله عقابه جزاء وعقوبة لهؤلاء القوم الذين بغوا وتجبروا وكذبوا أنبياء الله حينما جاءوهم بالوحي من رب العالمين. وبرغم هذه العقوبة القاسية وبرغم إقرارهم بخطئهم فإن أهل سبأ عادوا إلى ظلم أنفسهم ليستحقوا عقابا جديدا. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقد كان من النعم التي أنعمها الله على أهل سبأ بأنهم وإن كانت مساكنهم في بلاد اليمن جنوب الجزيرة العربية فإنهم كانوا متصلين لغاية بلاد الشام شمالاً بطريق تميزت بكثرة المدن والقرى، حتى كان المرء إذا كان في إحدى هذه القرى يرى بالعين المجردة القرية الأخرى الكائنة على هذه الطريق، ما يجعل السفر إلى بلاد الشام سهلاً ويسيراً وآمناً، فالمسافر لم يكن يحتاج إلى أن يركب الدواب في سفره. ولم يكن يحتاج إلى اتخاذ الزاد والطعام لسهولة الحصول عليه من هذه القرى المتوالية والمتتابعة، فضلاً عن أن تقاربها جعل السفر في سبيل التجارة آمناً لمن يريده، فكان السفر ليلاً كالسفر نهاراً.
وبعد أن تابوا إلى ربهم أبدلهم الله بنعمة أخرى، هي نعمة التجارة عبر طريق سهلة وآمنة. وبرغم هذه النعمة الوافرة والجزيلة والتي كان يمكنها أن تخفف من آثار كارثتهم، فإن أهل سبأ عادوا وتكبروا وبطروا هذه النعمة، فأخذوا يدعون ربهم سبحانه بأن يباعد بينهم وبين أسفارهم، أي أن تصبح أسفارهم هذه أقل وأكثر صعوبة. ذلك أن هذا السفر وهذه التجارة قد تساوى فيها الغني بالفقير، وهو ما لم يرضي الأثرياء منهم، كما أن البعض الآخر قد سئم من هذه النعمة لما تحتاجه من تنقل وسفر، وذلك لبطر نفوسهم وتواكلهم وخمول همتهم. وهكذا أخطأ أهل سبأ مرتين، فهم لم يقدروا النعمة التي أسبغها الله عليهم، فكذبوا الرسل وآذوهم، فخرب الله أرضهم التي تكبروا بخيراتها. بطروا هذه النعمة أيضا، وهنا عاقبهم الله بأن سلط عليهم من الأسباب المادية ما أدى إلى تفريق شملهم وتشتت قبائلهم وعشائرهم، وحولت مجدهم إلى مجرد أحاديث وذكريات يتناقل الناس أخبارها وكأنها الأساطير. فصار يضرب فيهم المثل بالتفرق والتشتت والتشرذم، فما عادت أرض اليمن مقرا لهؤلاء، وباتوا يجوبون جزيرة العرب ويستوطنون نواحيها، بل إن بعضهم توجه إلى أقصى الشمال ليستوطن بلاد الشام ونواحي العراق. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. وهكذا فإن أهل سبأ بما ارتكبوه من تكذيب للرسل وعدم شكرهم لما أنعم الله عليهم، وظلم أغنيائهم لفقرائهم، ومن ثم بطرهم على نعم الله وعدم تقديرهم لما أبدله الله لهم من نعمة التجارة عوضا عن الزراعة، إنهم بهذا كله قد حققوا ما كان إبليس قد تمناه من أن يكون متبعا من البشر يعبث بهم بوساوسه ويحرفهم عن جادة الطريق ويحيلهم إلى أناس كافرين بما أنعم الله عليهم،
ليكون هذا المنفذ الذي يؤدي إلى انحراف البشر شيئا فشيئا، ليجدوا أنفسهم عاصين لله سبحانه، منقادين لشهواتهم، ومن هناك منقادين لغوايات إبليس. بلى، لقد انحرف أهل سبأ عن طريق الحق إلا نفرا قليلا منهم. هذا برغم أن الشيطان ليس له سلطان حقيقي على البشر، بل إن البشر ساعة ينقادون لشهواتهم ويغفلون عن أوامر ربهم، فإنهم يسلمون أنفسهم للشيطان الرجيم ليصبحوا من حزبه ومن جنوده وأعوانه. تلك هي الحياة الدنيا، مقر ابتلاء وامتحان للبشر، وما أكثر ما فيه من امتحانات وابتلاءات، وما أكثر نقاط ضعف البشر التي يتسلل منها الشيطان ليبث غواياته فيوقعهم في حبائله ويبعدهم شيئا فشيئا عن سبيل الله رب العالمين.